شوف صلاح باشا، اوجه كلمه لكل طبعا مشاهدي قناه الاهلي وكل جمهور السادسه، خلينا نشوف قال ايه ونرجع مره تانية. انا صلاح باشا بلعب في نادي اودينيزي الايطالي بقالي 4 مواسم، وبلعب راس حربه او ساعات بلعب تحت راس الحربه، وانا الهداف في الفريق بقالي 4 مواسم وبتمرن مع الفريق الاول، وطبعا مبسوط جدا اني بكتسب خبره معاهم. والله جالي عرض في نص الموسم اللي احنا فيه ده من نادي تورينو، ونادي اودينيزي ما وافقش للعرض، وهم طبعا ليهم الحق في تنقلي او لا، لاني انا ماضي معاهم عقد. طبعا احب اقول لجمهور النادي الاهلي اني بتابع الاهلي دايما، وان الاهلي ده بيتي، لعبت فيها سنتين في ناشئين النادي، وطبعا بتمنى دايما التوفيق للنادي الاهلي. كل التوفيق لصلاح باشا. ولازم اشكر وسيم طبعا، شكرا وسيم يعني انك خصتنا بالانفراد ده، والحقيقه انت انا عارف الملف ده انت باذل فيه مجهود كبير جدا، فكل الشكر ليك طبعا. حبيبي ربنا يخليك. طيب